شايف الكتكوتة دي مالها؟ دي من أول ما شفتها في الصورة وأني ما بنامش الليل. مالك يا عبد؟ أنت قلبك خفيف للدرجة دي؟ خف الريشة. أنا من ساعة ما بص في عينيها كده أحس إني سهم ودخل قلبي. من ساعتها أنا عايز إيه؟ وطلباتك؟ على سنة الله ورسوله. جواز على طول كده يا عم. وطي صوتك يا حلم بيه. إيه؟ أنت قلبك خفيف للدرجة دي؟ أنت واقع لشوشتك؟ يعني غرقان غرقان، ويمكن بعد شوية فيص من سعادتك. اسمها ايه البنت دي وبنت مين؟ لن يعرفها ولا اعرف اهلها. ما هو البركة في سعادتك، انت كبير البلد وهتعرف تتصرف وتجيبها لي. انا تعبان تعبان. سلامتك. قلب سلامة. اتفضل يا باشا. لا والله انت الاول. العين ما تعلاش عن الحاج. اتفضل اتفضل، قول بسم الله. بسم الله ولا اله الا الله. اقعد يا اخويا. اقعد. ايه وليه يا سد نفسي ده؟ هو بخلع هدوم في داري في حاجه دقيقه. اخدت الموافقه من بنت العمد المفشولي قبل ما تيجي؟ ادتك التصريح يا اخويا قبل ما تجيني؟ اديك قلتيها يا جميل. مفشولي يا نعمه، ده انت اكتر واحده عارفه اني اتجوزتها ليه. عشان الارض بتاعتها. يلا اتجنني بقى، غني وردي على روحك. ايوه عشان الارض. طب وهي فين الارض دي؟ احنا شفنا ارض ولا حاجه. قصدك ايه يا بت؟ قصدي يا اخوي ان البت خزينه دايره في البلد كله تقول انك كنت متجوزها عشان بتحبيه، وانك رايدها من زمان من قبل ما تتجوز. يا بنت تقول اللي تقوله، دي بنت هبله، ما تاخديش على كلامها بقى. وهو انا يا اخويا سكت ليه؟ قلت لها لولاش الارض اللي عندك كان سي رمضان بصلك ولا عبرك. لا بس دي تقيله مني كان يعمل، ما كانش يصح تقوليها. اسكت اسكت. ما هي يا اخويا ردت عليا وقالت لي ايه؟ ارض؟ انا لا حلتي ارض ولا غيره. انا سي رمضان متجوزني عشان بيحبني. استني يا بنتي يا رغاية، انت وجعت دماغي من الصبح. ركزي معايا، هي قالت لك اني لا حيلتي ارض ولا غيره؟ يا عيني عليك يا سي رمضان، زي ما بقول لك يا اخويا والله. معلش ما تزعلش، قال يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله. لا بس دي تبقى حوسه. يا نهار اسود ونايل، على الأقل القرد دمه خفيف وصغنن كده وأكلته خفيفة، إنما يا واخد الفيل عشان أرضه تروح الأرض ويفضل الفيل برضه.